صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله انتم كويسين. اليوم راح يكون فلوج معايا في يومي في بيتنا في اسمرة. اوكي يلا نبدا. اول شيء طبعا رتبت سريري وضبطت كل الدنيا. الحين بنروح، هذا فطور جاهز، هذا شكل عيش انا في اسمرة، وطبعا شوفوا ايش جبت معايا من السودان. انا ما اقدر من غير شاي كوفتي، ما اكذب عليكم صراحة. اطعم شاي لما اسوي شاي حليب، هذا احسن واحد، لا منافس. اوكي الحين انا في المطبخ، كنت بروح افطر برا بس بعدين قلت لا بقعد مع حبوبة. طبعا بتسوي قهوة هنا، قهوة الصباح الإريترية. بن الستي، بن الستي يعني نشرب قهوة. هدى كنت تعبانة قاعدة تقولي ليه جهزتي عيشة واحدة؟ على فكرة العيشة الواحدة حقتهم، خليني اقول لكم هذا الفرق، يعني شوفوا هي عيشة واحدة لكن يعني كانها عيشتين، كانها عيشتين في السودان. عيش السودان شوية خفيف، هذا مرة يعني دبة، فهمتوا كيف؟ فتحس انك تشبع كأنك اكلت عيشتين، والله العظيم دبة. ايه هذا اسمه قرصبل، هو حاجة تشبه العيش لكن ما هي عيش. بنقدمها لما خلاص الجبنة تنزل من النار. والحين تقريبا الساعة يعني على المغرب بعد العصر كذا تقريبا الجو. دقيقة اوريكم. زي الوقت هذا عندنا الجبنة، فباخذكم جوا هنا في الغرفة على أجواء الجبنة عندنا. وهنا بنت عمتي قاعدة تذاكر، وهنا التحلية، وقاعدين نتفرج تلفزيون، دوبها جات الكهرباء. طيب والحين احنا ايش حنسوي؟ حنسوي كسرة. طيب انجيرة، احنا نسميها انجيرة، حكتب لكم هي هنا بس بالعربي اسمها الكسرة. وهذا الشيء اسمه ايش اسمه بالعربي؟ والله ما اعرف. لا زي اسمه جوجون تايب بهال دوكا. ايوه دوكا. الحين انا حسويه، واتش مي وانا سنعة. ما تخافي، يلا امشي امشي امشي، ما تخافي. ايش قاعد تسوي؟ ما تخافي، بس قاعد اتاخر عليه ولا ايش قاعد اسوي؟ هاي حسي فيك اياها واديني لها. استني غير ما عندك، هذا عبي شويه 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 شويه، ما تكتري. طيب هات بس فول ستوب. دي كسرة طلعتها عمتي، طبعا انا هنا قرمت منها صغيرة، بس المهم المفروض يكون شكلها كذا مرتب وطالعة دويرة. يعني شفتوا حقي ما طلعت مرة مضبوطة لاني مبتدئة، بس ماشي الحال يعني. وعندنا من الطقوس اللي نسويها انه ناخذ من الكسره وهي حاره ونحط فيها سكر وناكله، اسمه كذا انجره شكر. صباح الخير، كيف حالكم؟ اليوم ثاني يوم، يعني غير اليوم اللي امس صورته. هنروح الحين الساعه 7، اوف برد. الحين الساعه 7:15 وحنروح محل انترنت عشان اقدر افتح انترنت، لانه هنا ما في انترنت يعني مو متاح كذا زي يعني عادي. المهم انه لازم تروحي مكان وبوريكم الحين تشوفوا كيف. جامع الخلفاء الراشدين، وهنا وصلنا مكان الانترنت. طيب لما ندخل مكان الانترنت يكون عنده هنا زي كذا اسم يوزر وباسورد وتستخدميه. المهم خلصت الحين، الشبكة جدا سيئة يا الله، مرة سيئة. يعني يدوبك قدرت انزل لي ريل على الانستغرام. الشيء الثاني كمان كنت بقوله، ايوه شفتوا الورقة الصغيرة هذه؟ تشتريها بالساعة، عندك 40 دقيقة، ساعة، ساعتين، 3 ساعات تدفعي عليه. المهم علينا، الحين انا قدرت انزل ريل واحد، وقدرت ارد على الرسائل، وقدرت اكلم الناس اللي ابغى اكلمهم على النت. الحين راجع البيت، والجو شوية صار يعني ادفأ من الصباح. وصلت البيت، بس شايفين هذه الشجرة الورود اللي فيها من تحت عندها شيء طعمه زي السكر، فافتكر وانا وعيال الحارة هنا لما كنا نلعب وانا صغيرة، يعني هذه كنا نقطف ونمص من هنا. ما في حلويات في الدنيا، فبس والله كنا نلعب هنا وكذا. مساء الفل. طبعا بعد ما رجعت من مكان الانترنت صارت اشياء كثيرة. المهم الحين انا
الشمس وجهي لانه ابغى اتدفى، وتاني شيء بسوي نعناع، فخلينا نقطف من نعناعات الحوش. تعالوا معي، خلينا ناخد. اوكي يلا على المطبخ. طبعا ما احكي لكم الجو كيف حلو. كيف حالكم؟ الساعة 8:30 وانا بهذا المنظر لاني جيت الكوفير بسوي شعري. هلو، هذه اختي. المهم بعد مشوار الكوفير اليوم طالعين، قررنا نطلع نتمشى. خليني اقول لكم، واحدة من ايجابيات انه انت عايش في اسمرة، يكون في تراب بس تلبس ابيض وما تتوسخ، ودي حاجة حلوة يعني. اوريكم كيف المرتفعات هنا، شوفوا كذا طلع بعدين الشارع ينزل على تحت، وبعدين هنا الشارع تحت، ما اعرف لو باين بس عارفين تحس نفسك قاعد تطيح على قدام. خلاص يلا نكمل. شوفوا هنا كيف الشارع يعني مايل. ما اعرف اذا قلت لكم الكلام هذا في بداية الفيديو، بس ترى نص المشاوير هنا بالرجول، وتمشي 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 وتمشي. ما في باص، او لا في بس انه ما يدخلوا في كده في الطرق المختصرة كده. بس والله يا جماعة يا انها حلوة، يا انها حلوة بلدي دي. لو مو مشكلة ال ارح بالله، طب ايش بكون اتفرج علي امشي كده؟ تخيل الطريق من هناك خلوني امشي. المهم اوكي، هذا المطعم حنروحه. قبابة قبابه ولا ايش مكتوب؟ المهم انه هذا مطعم الكسره، ابزري انها اتومه. ايوه اوكي، شوف هذا المطعم هو. خلوني شوف المكان. المطعم طبعا يستقبلنا عمو ويودينا الطاوله المناسبه، يعني ما بصور الناس. وانا اطلع تراديشنال. طيب شايفين هذا اللي فوق؟ التسعة قوميات اللي في اريتريا. اوكي هذيل تقرا اللي هم بني عامر. هذيل مين؟ خلاص نتفرج. هم تو مينيو، عندهم مينيو بتقرنا اللي هو بلغتنا، شايفينها هذه، وهذا بالعربي زي ما شايفين اسمه جيبابو. هذه الصورة هو معنى الاسم يعني. هذا الفيو اللي احنا قاعدين فيه. طبعا احنا انا واسمه كنا واقفين في الشارع انا واختي، فقاعدين نتكلم في الشارع، جنبنا في رجال، صرنا احنا على الرجال. الناس مو طبيعي قد ايش هادئين، صوتهم مره واطي. يعني الحين احنا في مطعم، ترى تحسبونا قاعدين لحالنا، في ناس كثيرين لكن الكل يتمتم، ما اعرف ليش. والشوارع هادئه وكل الناس هدوء. قولوا لي فين الورده؟ والله الكوتي انا ما اسف، ضيعتوا الورده ولا ما ضيعتوا الورده؟ ما شاء الله. وصلت البيتزا، لبست الجاكيت، لبست الطرحة من البرد، تحسوا البرد كذا يدخل في اذنك. المهم والبيتزا مرة حار، او يعني سخن قصدي. اهم شيء اني انا قطع بالبصل. خلصنا. طبعا بقول لكم العيب الوحيد اللي هنا انك تطلع كاشخ بعدين تضطر انك تلبس كل الاشياء من البرد. طبعا احنا خلاص خلصنا وطالعين من المطعم، بنروح ناكل ايس كريم في البرد. طبعا
طبعا انا في البرد دائما اشتهي ايس كريم، مش ناكل ايس كريم. يلا بينا. احساس انك تتهافل في الشارع وما حد داري عنك؟ كنت بتموتي؟ شارع ابوها. سعادة مليون يا جماعة، البرد مرة حلو، أنفي بني حاسة فيه. طبعا لكم أن تتخيلوا أن هذا الديسكو تحت الأرض عشان ما يسبب إزعاج للناس. من هنا مكان الدخول حقتهم. والله أنا نص طلعاتي يعني بيجي يعني بتكون بالمسا، وشوفوا ما في نور. بيت كيف رح أصور لكم وإيش نور دائما خافت في المطاعم؟ زي ما شفتوا قبل شوية المطعم اللي كنا فيه النور كان يعني خافت، والحين أنا قدام محل عشان كذا قاعدين تشوفوا وجهي الزبد. إحنا قاعدين نمشي جوا الحارة عشان نوصل، شوفوا هذا جوا الحلة، يعني جوا الحلل كذا عشان نبي نوصل المكان. وصلنا محل الإيس كريم. طيب عادات وتقاليد عندنا، كنا دائما أو أي مطعم نطلع نجي هنا اشتري ايس كريم لازم، فبوريكم تريان هذا البسكويتات اللي يحطوا لك فيها. مشى ايش هذا؟ تخلي الناس اهم شيء صحنا غمتي خلاص اشتري. شيء برد وباكل ايس كريم واقول برد. الفلوج سوري نسيت اني اختم الفلوج الاول، وراح يكون بدايه الفلوج الثاني حتشوفوني بنفس الاوتفيت لانه راح اصور بارت 2. ف بس بقول لكم انه انا بصور الحياه العاديه الاوردينري لايف، مو انه كذا انه فيها سياحه اوريكم اماكن، نو بوريكم حياه الشخص العادي لما يجي زياره لاهله. ولو حبيتوا الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تعليقاتكم كمان لاني بقراها كلها. وبس والله لا تنسوا تتابعوني في باقي حساباتي، واشوفكم في الفلوج الجاي، وباي.